واحد بيقول منذ 16 عام ولم أرزق بأطفال، وقد أنفقت الكثير، وزوجتي قطعت السن، وأنا بالخمسة والستين عام، عمره 65، وأشعر بفراغ في حياتي. زوجتي تهتم بأمها المريضة وهي منشغلة ومشغولة بها إلى آخره، وقد ازداد انشغالها بعد مرضها وهي الوحيدة الفارغة من أولادها. ماذا أفعل؟ أخشى إن طلقت ألا أرزق أطفال. تطلق وعمرك 65؟ ده أنت أحسن لك تطلق الحياة. من انك تطلق امرأتك. ماذا افعل؟ اعقل واستعد لأبديتك. ده حتى لو واحد عمره 65 جايز ما يجيبش عيال برضه، وجايز كونه ما جابش عيال السبب انه هو مش مسد، جايز كده. وحتى لو فرق وطلق وجاب عيل، يبقى بينه وبين ابنه كام سنة عمر؟ 66 سنة. ده جيل وده جيل حتى ما يعرفش يربيه، حتى ما يعرفش يربيه. ما اعرفش الناس فاكرين يعني انجاب الابناء هي كل حاجة في الدنيا. فكر بانك تشغل قلبك بحاجة تانية غير العيال، او انك انت تهتم بتربية بعض اقربك زي اولاد اخ ليك او اولاد اخت او حاجة زي كده.